للسيد مقرر اللجنات الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة السيد النائب المحترم فؤاد حجير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير، حضرة السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أقدم للمجلس الموقر تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة حول دراستها لمشروع قانون رقم 1231 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية كما أحيل من مجلس المستشارين. ويسعدني بداية أن أتقدم بالشكر إلى السيد وزير الداخلية على العرض التقديمي القيم للمشروع، ومن خلاله إلى السادة ولاة وعمال وأطر وزارة الداخلية على مواكبتهم أشغال اللجنة، وإلى السيدات والسادة النواب على مساهمتهم الفعالة في مناقشة هذا النص. السيد الرئيس، السيد الوزير، حضرة السيدات والسادة، لقد خصصت اللجنة لدراسة هذا المشروع قانون 4 اجتماعات برئاسة السيد سعيد الدور رئيس اللجنة وبحضور السيد محمد العنصر وزير الداخلية، حيث استمعت في الاجتماع الأول منعقد بتاريخ 22 ماي 2013 إلى عرض تقديمي للسيد الوزير، بسط فيه أهداف ومضامين المشروع الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور الجديد للمملكة، خاصة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 71 منه والمتعلقة بإسناد واختصاص وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية للبرلمان. وأوضح السيد الوزير أن المشروع يستند في إقرار المبادئ التي تحكم عملية تحديد النفوذ الترابي لمختلف أصناف الجماعات الترابية وهي الجهات والعملات والأقاليم والجماعات إلى مقتضيات الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة في إطار الدولة الموحدة. وأضاف السيد الوزير أن مشروع القانون استلهم أيضا مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية التي أشرف على تنصيبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 3 يناير 2010 من أجل إعداد تصور حول إصلاح الجهوية ببلادنا. وأفاد السيد الوزير أن التصور العام الذي يرتكز عليه هذا المشروع يتوخى تحقيق الأهداف الثلاثة الكبرى التالية: أولا، تعميق المنهجية الديمقراطية على المستوى المحلي القائمة على إشراك المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم في إطار تفعيل الأمثل لسياسة القرب. ثانيا، توفير شروط تبديل أفضل للشأن العام المحلي يجمع بين الفعالية والتكامل والنجاعة على مستوى إعداد وبلورة السياسات التنموية العمومية في ظل إصلاح وتحديث بنيات اشتغال الدولة المركزية. ثالثا، ضمان مساهمة فعلية للمستوى الترابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من طبيعة كل صنف من أصناف الجماعات الترابية. كما أكد السيد الوزير على أن تفعيل أحكام هذا المشروع خاصة على مستوى الإجراءات التنفيذية لمضامينه وإخراجها إلى حيز التطبيق سيتم بموجب نصوص تنظيمية فور المصادقة عليه في احترام تام للمبادئ والمعايير التي يقرها. وختم السيد الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع قانون ليس له أي غاية انتخابية ولا علاقة له بالتقسيم الانتخابي التي تحكمه نصوص أخرى. وفي إطار المناقشة العامة نوهت العديد من التدخلات بهذا المشروع قانون لكونه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق بالفصل 71 منه، كما تمت الإشادة بالعمل الجبار الذي قامت به اللجنة الاستشارية للجهوية، وتمت المطالبة كذلك بأخذ الخلاصات التي خرجت بها بعين الاعتبار فيما يتعلق بتحديد الدوائر الترابية للجماعات وتنزيل ورش الجهوية. في حين ذهب البعض إلى اعتبار هذا المشروع إصلاحا جزئيا، حيث كان على الحكومة أن تعرض على البرلمان الإصلاحات بصفة شمولية، خاصة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والجهوية والتقطيع الانتخابي نظرا للارتباط الموجود بينها. وأكدت العديد من التدخلات على مراعاة خصوصيات المناطق الثقافية الاجتماعية والبيئية أثناء تحديد الدوائر الانتخابية، واعتماد معايير تقنية مضبوطة يراعى فيها التكامل المجاري ومخطط إعداد التراب الوطني. وفي نفس السياق أشارت تدخلات أخرى إلى اعتماد تقطيع ترابي مبني على الحكامة الترابية بعيدا عن الانشغالات والحسابات السياسية الضيقة التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد. وركزت تدخلات أخرى على اعتماد المقاربة التشاركية للسكان
أثناء تحديد الدوائر استجابة لتطلعات المواطنين وحاجياتهم ولتكريس سياسة القرب. كما أثار السيدات والسادة النواب العديد من الملاحظات والاقتراحات الأخرى تجدونها ملخصة في ثنايا هذا التقرير. وإثر ذلك تفضل السيد الوزير بأجوبة حول كافة الملاحظات والاستفسارات المطروحة، تجدونها كذلك مدرجة ضمن هذا التقرير. وزيد بالذكر أن اللجنة عقدت جلسة عمل ثانية بتاريخ 28 مايو 2013، خصصتها للمناقشة التفصيلية للمواد، وجلسة ثالثة بتاريخ 3 يونيو 2013، خصصتها للبث في التعديلات والتصويت على مواد المشروع، تم تأجيلها بطلب من العديد من الفرق التي عبرت عن رغبتها في تعميق النقاش حول هذا المشروع نظرا لأهميته. كما عقدت اللجنة جلسة رابعة بتاريخ 19 يونيو 2013، تم خلالها البت في التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية التالية: فرق ومجموعة الأغلبية، فريق تجمع الوطن الأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاشتراكي، فريق الاتحاد الدستوري. والإشارة فقط شهدت جلسة البت والتصويت سحب مجموعة من تعديلات الفرق والمجموعات النيابية، يعني 18 تعديل بعد رفضها من طرف الحكومة، باستثناء تعديل واحد للفريق الاشتراكي تم عرضه وصوتت عليه اللجنة بالرفض. وفي الأخير تم التصويت على مواد المشروع كما أحيل من مجلس المستشارين بالنتيجة التالية: الموافقون 34، المعارضون لا أحد، والممتنعون واحد. وشكرا والسلام عليكم. شكرا سيد المقرر.